السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا كذا ومثلي وهي امبابي، وين يحظى بتقديم اسطوري من ريال مدريد، يعني بحضور، يعني مدريد وسط حضور زيدان و80 الف متفرج. شو كيفاش وزيد ريال مدريد يعني غيرت السياسة تاعها في جلب اللاعبين بعد يعني الضربة تاع بيل وضربة تاع كسمو هازار وضربة تاع خيمينيز، ضربة بزاف وين غيرت النظرة تاعها في السياسة تاع استخدامات اللاعبين. مولاش تنتظر حتى نهاية يعني كوبا أمريكا ولا كوب دوروب يعني ومن بعد يجيبوا اللعابة، غيرت السياسة تاعها. من بعد ما هضروا على هذا خاطر اختصاصيين إلا هذه لا تراديكسيون تعطيك اختصاصيين في كرة القدم، اختصاصيين في عالم تحويلات لاعبين، اختصاصيين كي اختصاصيين يعني تكلموا على الريال مدريد كيفاش غيرت سياسة تاعها في جلب اللاعبين، في جلب اللاعبين وين عرفت بلي ذروك راه اقتصاد، تجيب نادي اقتصاد، تجيب لعاب اقتصاد، هذه هي تجيب لعاب اقتصاد خويا. كيفاش غيروا السياسه تاعهم وهذه تكلموا عليها اختصاصيين، ماشي انا نتكلم عليها، ماشي كيما تشوف انا الانديه تاعي وانا بالجزائر. هيا شكون هيا الشعب شعب هيا روح جيب شي جوار، اعطيه مليار و800، اعطيه منا، اعطيه من، اعطيه من الافا شكاي. شوف زير ما مكاشي، زير ما يجيبوش، زير ما يجيبوش. تسيبو داير لانيفيرسير تاع النادي قبل 50 عام ولا 100 عام ولا 60 عام، هذا ما كان حاجه ودغرا مكاش. مبابي يحظى بتقديم اسطوري من ريال مدريد وسط حضور زيدان و80 الف متفرج. شوف انا خلونا احنا خلونا مبابي من كي تبقى تشوف بيه مبابي تاعك تشوف بيه كي شوف عطاوه الدراهم كيما يقولوا قيس دراهمك تلم دراهمك، اما لا قاسوا دراهم يلموا دراهم قبل الليل. هاك عشتي الى 80 ألف تيكي شحال تباع، شحال تباع تيكي هيا ديرو هانتوما. ويقدم نادي ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء نجمه الفرنسي مبابي صاحب 25 عام، غادي خرج عليه من 2019 خمس سنين، سنية ولا بخمسة غادي تكون عنده 29 ولا 30 عام، ويزيدوا ثلاث سنين ولا عامين وحدة أخرى معاه ولا ثلاث سنين يزيدوا يشوفوه. مازال يزيد مر مازال. وانا نقول لكم ونعاود مبابي اليوم صحيح مبابي عرف لي يعني وين دار دراهم، دار دروك يعني لعاب اللي غادي يدير الشهره. انا كنت نقولها ونعاودها، الشهره في الريال، الشهره في الريال، تلعب في الريال راك مشهور، الشهره تحت الاضواء الكاشفه، كاين الريال كاين بارسا، هذو اللي زعما عندهم هذه هي خويا. كان لي بزاف غلط يقول لك لا لا نقول لك اودي يعني. ويقدم في ملعب برنابيو التاريخي في عاصمه مدريد وسط حضور جماهيري كبير بعدما بيعت التذاكر هذا الحدث في غضون ساعات قليله، ليرتدي قميص الريال للمره الثانيه في حياته بعدما كانت اول في عام 2012 حين كان طفل بعمر 14 عام خلال زيارته لمدينة يعني الرياضية ليلتقي قدوته ومثله الأعلى البرتغالي كريستيانو، والتقط معه صورة ظلت معلقة منذ ذلك الحين في غرفته بمنزل والدته. وخضع مبابي في بداية الأمر لفحص طبي تمهيد لرحلة انتقال إلى الملعب سانتياغو برنابيو، وكانت أول كلمة للصحافة والتي أحاطت بها قبل صعوده السيارة لقد حققت حلمي
ليظهر بعدها على الطريق إلى الستاد مباشرة على الهواء كما حصل حين استقدم الريال نجم كريستيانو عام 2009، والذي استطاع كتابة التاريخ هناك من خلال حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية. ووقع بعدها بابي على عقد مدته 5 سنوات بحضور الرئيس يعني التاريخي بيريز، الذي دخل إلى يعني برنابيو وهو يعني مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان اللاعب ومدرب المدريد سابقا، والإسباني خوسي ماريا يعني متوج بلقب الدوري أبطال أوروبا عام 1965 1966، وبحضور العديد من الأسماء السابقة والتي مثلت نادي السابق على غرار الإسباني يعني والأرجنتيني سانتياغو سولار والآخرين. وبعد اكتمال المشهد واكتظاظ المدرجات بالجماهير التي وصل عددها إلى 80,000 متفرج، دخل بابي إلى الملعب برنابيو وسط ترحيب كبير، يعني ونشوف كيفاش يعني وسط ترحيب كبير وإثرة، وأن أثر خطاب من بيريز الذي أكد أن اللاعب حقق حلمه بارتداء قميص يعني القميص الريال بارتداء قميص الأبيض قميص 15 لقب أوروبي، ليحظى بعدها النجم الفرنسي بفرصة التحدث إلى الجماهير ملعب برنابيو وسط تأثر من والدته الجزائرية الأصل فايزة العماري وبابي الأب. وحقق بابي من خلال حمله رقم 9 مع النادي الملكي حلم الطفولة، إذ كان يطمح دائما لحمل ألوان الريال بعد مفاوضات متكررة من إدارة ريال مدريد في أعوام 2017-2021-2022-2023 من دون أن تتكلل كل هذه المحاولات بالنجاح. لكن بيريز لم يستسلم لذلك، واستطاع بعد نهاية عقده مع ريال مع باريس سان جيرمان الفرنسي أن يضمه إلى بطل أوروبا 15 مرة. وصلت حمى ترقب الظهور بابي مع نادي ريال مدريد إلى مستويات عالية فيما يخص القمصان الفريق، بعدما نفذ المخزون القمصان التي تحمل اسمه ورقمه منذ بدء عملية البيع يوم يعني في السنة اللي فاتت، يعني اسمه ورقمه منذ بدء عملية البيع، يعني في وقت إن عملية شراء عن طريق المواقع يعني قبل في وقت جواجيز الإلكترونية بسعر يتراوح من 120 و 185 يورو للبالغين، تشهد تأخير في التسليم لمدة تتراوح ما بين 4 و 6 أسابيع. شو كيفاش حاجة كبيرة ولا عمية وصرة ولا يا كبيرة أخويا والله عيّة كبيرة. أوه يا لعاب أمسع لعاب أرفع ما قرطوش أخويا، جابوه ماشي خونو بيه درام ولا جابوه النادي، يعني اقتصاد. هل اقتصاد كي داير كي داير اقتصاد كيفاش أرباح كي داير أرباح سي محمد؟ أنا تيقولك بالتراضي، عاطينو شكرا درام يقولك بالتراضي، طلاق بالتراضي، إيه طلاق بالتراضي هذي قام كشاري، الطلاق بالتراضي والله ما كانها كاع، كاينه هذه تاع الطلاق بالتراضي في البلوطه، مكاش طلاق بالتراضي، دي شكاره ولا ما يديش؟ درام البايلك. هذه يا خويا استخدم خويا انا استخدم بالتالي هاد خدمة وصلت هذه هي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.